انه صد هجوم كان قوي وكان غيكون خطير على مرمى الحارس طارق الجرموني، لانه كانوا خمسه اللاعبين على اربعه لاعبين. تعود الان محاوله صار فريق الوداد البيضاوي، عبد الحق اي تعريف غادي يحاول انه يراوغ، عبد الحق اي تعريف حاول المراوغه ولكن كيف ما كيقول الحكم بحاجة عن التمويه كسب المراوغه. تعود بالصدفه اللي عبد الحق اي تعريف محاوله انه يتعامل مع هذه المحاوله ويهدي الكره على طبق من ذهب لمحسن ياجور. محسن ياجور يركن الكره في شباك طارق الجرموني، ولكن العمل الكبير العمل الكبير صنعه عبد الحق اي تعريف بمساعده ليونس بالخضر. اذا يونس بالخضر يقدم هديه للوداد ويسي اشهر الورقه الصفراء الثانيه، وبالتالي علوي غادر مطاطئا الراس هذه الجوله بعد الطرد الذي تعرض له. اذا الوداد ستواصل الجوله الثانيه بعشره لاعبين. نتابع الان ضربه خطا حسن طيار، تلقت الهدف في ثواني معدودة. إذن متغير هذه المقابلة، رحل إلى الغراف القطري في موسم 2006-2008، موسمين، وموسم 2008-2009 مع العجمان الإماراتي قبل أن يعود للوداد البيضاوي هذا الموسم الثاني. لصالح الوداد، احمد اسدو، اي اي
اللاعبين تألقوا من جانب الرجاء البيضاوي. حسن الطاير سجل الهدف بعد ضربة خطأ وطرد علوي. الكل اعتقد بأنه الرجاء البيضاوي ستحسم في المقابلة، خصوصا بعد طرد مؤثر جمال علوي، لكن ضد مجرى المقابلة مرة أخرى الوداد تستفيد من ضربة خطأ وتحقق فوز كبير، فوز أتى في اللحظات الأخيرة لم يكن في البال والحسبان. الرجاء سيطرت لكن الوداد فازت، وهذه هي كرة القدم، فالفائز والمنتصر هي كرة القدم الوطنية، والفائز والمنتظر هو أنه الديربي أبقى وصار وفيا لعهده. هنيئا للرجاء بعرضها وهنيئا للوداد بالفوز، فهذه هي كرة القدم، هناك فائز وهناك منهزم، ويجب الإيمان ويجب التسليم بطبيعة النتيجة. وبالتالي كرة القدم هناك ثلاث معادلات، هناك فوز، هناك تعادل، وهناك هزيمة. يمكن أقول بأنه الرجاء سيطر خلال هذه المقابلة لكن اصطدم بتألق نادر المياغري، كذلك الوداد استغلت الفرص. هذا هو منطق كرة القدم. هنيئا لجمهور الرجاء بفريقها وهنيئا للوداد بالفوز. يمكن أن أقول بأنه هذه كرة القدم، يجب الإيمان بالفوز والخسارة، وأعتقد بأنه الروح الرياضية هي الفائزة خلال هذه المقابلة. على ألقاكم في مناسبة قادمة. أترك الخط إلى زميلي يسري المراكشي باستديوهاتنا بالدار البيضاء وبالدار ستوديو بلاتو الرياضية. السلام عليكم ورحمة الله.